نروح لرئيس جهاز حماية المستهلك ومعلومات مهمة. المستهلك ليه دور كبير جدا في ضبط الأسعار، ده اللي صرح بيه السيد اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في حال عدم وجود ضمان للسلعة قال مش هنقفل السكة في وش المواطن لو المواطن اشترى حاجة من غير ضمان أو من غير فاتورة. محدش بيقول للمواطن ده مش تبعنا، مش بنقول الحاجة دي مش معانا أو مش تبعنا، بس بيحاولوا إن هم يدوروا على آلية بيساعدوا بيها المواطن ويتأكدوا من مصدر السلعة دي اشتراها منين وليه ما حصلش على فاتورة أو على ضمان، خصوصا إن في بعض الناس لسه ما عندهاش ثقافة أو وعي الاحتفاظ بالفاتورة، لأن لازم لما بتاخد فاتورة دي حاجة مهمة جدا أيا كانت السلعة اللي أنت بتشتريها. وضح رئيس الجهاز برضو جهاز حماية المستهلك ان المستهلك هيكون ليه دور كبير جدا ان هو يتحكم مع المسؤولين في الاسعار من خلال الابلاغ عن المخالفات والاستهلاك الرشيد، واشار ايضا الى ان الجهاز بيشتغل دايما على رفع الوعي المجتمعي من خلال منابر ومؤسسات الدولة المختلفة، والمستهلك ليه دور كبير جدا بيصب في مصلحة العملية الاستهلاكية بالكامل. أهم حاجة يا جماعة ناخد ضمان وناخد فاتورة، والتاجر أو البائع اللي بيقولك أنا ما بديش فواتير ما تشتريش منه، ولازم الفاتورة تكون يعني باسم هذا المحل أو باسم المكان اللي أنت بتشتري منه ضمانا لحقك.